هل السيدات بيجي لها صلع يعني في الثلاثينات في الاربعينات عند بعض الناس، لكن عند الستات بيتاخر شويه. يعني في بنات كتير قوي وهي شباب بتكتف شعرها، اول ما تصلع قال لها طب بعد اذنك بس نشيل الخمار، لقيتها ما فيش ولا شعرايه في راسها. انما بتبقى مشكله عند مين؟ عند السيدات. هل السيدات بيجي لها صلع؟ نعم بيجي لها صلع النبي. ليه بقى؟ لان هي عندها عامل وراثي، لكن العامل الوراثي عند الرجاله بيبدا بدري، يعني في الثلاثينات في الاربعينات عند بعض الناس، لكن عند الستات بيتاخر شويه، في الخمسينات في الستينات. وطبعا هي بتيجي في الاخر بتتحجب، يعني في بنات كتير قوي وهي شباب بتكتف شعرها، اول ما تصلع تتحجب. فلما بتتحجب طبعا بيبقى شكلها اجمل، بس هي لو شالت الحجاب هتلاقيها ارعى. يعني اقول لك على حاجه غريبه، كنا بنمتحن مره في كليه الطب، وبعدين ست كده جميله ولابسه حجاب وكده، فالاستاذ الممتحن بيقول لي ايه انت شفت شعرها؟ قلت له اه شعرها كويس جدا. شعرك كويس ست؟ قالت لي اه. قال طب بعد اذنك بس نشيل الخمار، لقيتها ما فيش ولا شعرايه في راسها. يا لطيف. طب بتضحكي عليا ليه؟ من رحمه ربنا ان احنا بنحلق وشعرنا بيطول، ما عدا الناس اللي كبرت في السن والبصيلات وقفت بقى ووقعت وكده. يعني زي كان واحد اسمه ليوناردو دافنشي بيقول لك ان العالم يعني فيه ايه؟ سوء توزيع، عنده غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع، يعني عنده شعر كتير قوي في دقنه وشنبه بس في شويه شعر طاروا، لو ناخد شويه من نحطهم هنا. وهي دي النظريه بتاعت زرع الشعر، ان هو بيعمل ايه؟ بياخد من حتت مليانه عندك شعر يحط لك فيها في الحتت الايه الفاضله. لكن على اي حال مش شغلانه الرجاله ان هو مشغول بان الشعر هيطير ولا مش هيطير، انما بتبقى مشكله عند مين؟ عند السيدات. على اي حال جذور الشعر دلوقتي لو واحد وقع الشعر مؤقتا ممكن حاجات زي البايلوكربين، صبار، توم، الحنه بترجع الشعر تاني، ده لو كان في امكانيه ان البصيلات تشتغل. في ناس عندها الوبيشا توتاليس يا نهار اسود ما عندوش شعر خالص. يعني انا دلوقتي عندي 20 سنه هصبغ شعري ابيض عشان ابدو 50 سنه؟ ايه الاستعجال ده؟ هو انا اعرف شباب، كان في شاب معانا عنده 25 سنه وكان شعره كله ابيض، فكان لما يجي يقعد على قهوه او كافيه او كده فكان الشباب يتخانقوا مع بعض، يوم يقول له تعالى نحتكم الى الرجل الكباره ده. فالرجل الكبار ده عنده 20 سنة بس هو عشان شعره أبيض بقى هو جدهم. مش مطلوب منك شرعا انك انت تصبغ الاسود ابيض، انت مجنون كده تخش سرايا المجانين. انما المطلوب منك شرعا لما شعرك يبيض زي كده تغيره. ما ينفعش واحد يمشي بشعره ابيض كده، ده مخالف للسنة. رفعت القعدة. دخل ابو قحافة على رسول الله وكان شعره ابيض كده، قال ايه ده؟ غيره هذا واجتنبوا السواد، اديها لون جراي رمادي بني خفيف، لكن ما تسيبوش ابيض كده شايط كده واشتعل الراس شايبه. ده مش من السنه بتاعتنا، السنه بتاعتنا ان احنا نغير لون الشعر، خلي شعرنا جميل، لكن احنا نبيض شعرنا واحنا شباب؟ ايه العته ده؟ ما تلاقي حد معتوه قول له كده مخالفه، ما ينفعش، مش كفايه علينا اللي بيشوهوا الشعر؟